أيت ما معنى بأبي أنت وأمي؟ هل هذا قسم بغير الله؟ طبعا لا، من حلف بغير الله فقد كفر. هذا معناه أفديك بأبي وأمي، الكلمة تقال للإنسان الغالي فيقال إيش؟ بأبي أنت وأمي، يعني أفديك بأمي وأبي. وأيضا هذه الكلمة كما يقال ليست على حقيقتها، يعني ما تروح أنت تفدي بأمك وأبيك، لكن كلمة للتقدير، يعني كلمة للتقدير، مثل ثكلتك أمك، ومعنى أنك تدعو عليه الناس يموت وأمه تبكي عليه، أو تربت يداك يعني التصغت في التراب من شدة الفقر، ما معنى أنك إيش تدعو عليه أن يكون فقيرا، لكن هذا المراد من هذا التركيب ثكلتك أمك يا معاذ يعني عتاب، وبأبي وأمي يعني تقدير، وتربت يداك أيضا يعني معناها كيف فاتك هذا الشيء. هكذا التركيب له معنى واللفظ له معنى، فأراد بأبي وأمي يعني أفديك بأبي وأمي تقال عند التقدير، عند تقدير المخاطب. فقال أبو هريرة رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله.